طبيب المختص في الأمراض التنفسية بمستشفى ابن مسوس السيد سفيان علي حلاسة. أهلا بك سيدي، مساء الخير. أهلا، مساء الخير. ربما تابعت معي الآن التقرير بخصوص التدخين في الجزائر، ربما ارتفاع نسبة المدخنين في الجزائر خصيصا فئة التلاميذ في المدارس. نعم، هي باش تكون نعرفوا انه الاحصائيات ما عندناش احصائيات دقيقه، لانه ما كانش جرد لكل المدخنين في الجزائر، لكن بعض سكون ابيل دي زونكات، بعض الدراسات اللي تمت هنا وهناك تاكد انه على الاقل منذ 30 سنه نسبه التدخين ضعفت الى 3 مرات. اذا كان عندنا حوالي 8% من المدخنين، الان رانا في اخر الاحصائيات اللي جرات في 2003 تقول انه نسبه التدخين 28% من الجزائريين يدخنوا، وهذه نسبه عاليه بزاف، لانه 28% من اون بوبولاسيون دو 40 مليون سا نو في بوكو دو فومور. اي باش نعرفوا باللي هاد المدخنين اللي هما نسبه عاليه راح ينتج عليهم امراض عده ممكن نطرقوا ليها، لكن نعرف باللي التدخين يقيس كل كما كنا نشوفوا باللي يقيس العظام، يقيس كل الاجهزه، وبالتالي ننتظروا انه كاين نيبيديمي وباء للمرض الغير المزمن، الامراض الغير المزمنه هذه اللي هي كامل ناتجه عن التدخين. عندنا سرطانات بكل انواعها، نعم. عندنا الامراض المزمنه للجهاز التنفسي، عندنا الامراض المزمنه للجهاز الاوعيه والقلب اللي يعني ينتج عنه بزاف الضحايا، وبالتالي هذه النسبه اللي راهي ترتفع من يوم لاخر تاكد باللي رانا ننتظروا في نيبيديمي دو مالادي نون ترانسميسيبل، سيتادير لي مالادي كرونيك، الامراض المزمنه. شاهدنا في ربما في السنوات الاخيره حصيله الوفيات ارتفعت بنسبه كبيره للمدخنين في الجزائر، اذ بلغت ربما 45 شخص يموتون في اليوم بسبب التدخين. لازم ننتظروا هذا، لانه لما نشوفوا الدول المتطوره مرت بمراحل مثل هذه، احنا المشكله رانا نتبعوا في نفس المنحنى، حيث انه كنا في السنوات اللي فاتت كنا نعانيوا من الامراض المتنقله او لي مالادي ترانسميسيبل، ولا الامراض نتاع الدول المتخلفه اللي هي الكوليرا، اللي هي التيفويد، اللي هي لا توبركلوز، اللي هي السيدا، كل الامراض الناتجه عن اوضاع مزريه في المعيشه. الان الجزائر elle passe par ce qu'on appelle une transition épidémiologique, c'est-à-dire رانا ننقصوا من الامراض المعديه، امراض الدول المتخلفه، وننتقلوا للامراض تاع الدول المتطوره اللي هي لي مالادي نون ترانسميسيبل. عندنا لافاكتوس دو ميوكارد اللي هو من اكبر الامراض اللي ناتجه عن التدخين، اللي هو الذبحه الصدريه. عندنا لا برونشيت كرونيك، التهاب المزمن للاوعيه للقصبات الهوائيه، عندنا السرطانات بكل انواعها. كل هذه الامراض عانت منهم الدول المتطوره، والدول المتطوره بدات مكافحه التدخين منذ اكثر من 50 سنه، والان نتائج عندهم، يعني في امريكا او في اوروبا الغربيه التدخين راهو يتناقص، ويتناقص معاه كل الامراض الناتجه عن التدخين. اذا احنا كون ما نزربوش نحكموا بزمام الامور من اجل نخفضوا من نسبه التدخين، هذا لازم ننتظروا باللي غدا معناتها دون 10 ans اون اورا اون ايبيديمي دو مالادي نون ترانسميسيبل، كونسير اون فوا بوكو، الانفاكتوس دو ميوكارد، كل الامراض هذه راح تتضاعف اذا ما وضعناش الان استراتيجية للحد من هذه الآفة. طيب، ربما المرأة اليوم أيضا في الجزائر تشهد هذه الظاهرة أيضا، تدخين وتقبل على التدخين، فتيات وحتى نساء حوامل. نعم أيضا، نعم، هذا احنا نشاهدوه في يعني في عملنا وفي نشاطنا اليومي. رانا نلاحظوا
يعني انا شخصيا في الـ في الكونسلتاسيون في المعاينات نتاعي نلاحظ من يوم الاخر كثرت النساء اللي اللي تدخن، يعني مش لازم نعطيو الامر ما ندخموش كثير، يعني نسبه قليله مي سا اكزيست ورانا نشوفوها من يوم الى اخر. كاين نساء يدخنوا، كاين نساء يعني يبوحوا بها ومش مستعدين. المشكله انه المراه يعني لو بو دو فام اللي كانوا يتكيفوا تقول لك يا طبيب ابتلاني ربي، مي الان رانا نلاحظوا انا في الكونسلتاسيون تاعي مراه تقول لك امبوسيبل نحبس، معناتها ما كانش حتى استعداد، يعني مقتنعه باللي التدخين حاجه مليحه. في رايك انت يعني كطبيب، ما هي الاسباب لاقبال المراه والنساء على التدخين بصفتها يعني هي ظاهره دخيله على المجتمع؟ دخيله وهي ناتجه على يعني الظروف المعيشيه اللي رانا نعيشوا فيها. لازم اذا كنا حابين نقصوا من التدخين سواء عند الرجل عند المراه وخاصه عند المراه لازم استراتيجيه في الجناج دو سيت بوبولاسيون، سيتادير في الليسي في الثانويات في المتوسطات، لازم توعيه كبيره من اجل انه سواء المراه والرجل او الطفل او الطفله ما يلجؤوش الى مثل هذه الافه هذه، لانه بعد ذلك راح تكون من الصعب انه نجبدوهم من هذه الوضعيه. من الصعب جدا. العديد ايضا من النساء والفتيات في الجزائر ربما اصبحت لهم عاده التدخين هي ربما كموضه يتبعونها، يعني خاصه في الجامعه. في الجامعه نلاحظوا احنا كاين جامعيات يجيو بالنسبه لهم التدخين هي موضه وهي تبين استقلاليه المراه، تبين عدم تبعيتها لكل ما هو ديكتي بار لا فامي. دونك نوعا ما وضعنا ولا نمينا في هذا النساء، نمينا فيهم ثقافة اللي هي خاطئة أساسا، يعني ما نكون نلجؤوا للدول المتطورة، هذه الثقافة داخلة عليهم هما، إذا دخلوها عندنا أنه التدخين بالنسبة لبعض الفتيات يعبر عن الاستقلالية وعن شخصية مستقلة ومتحكمة في زمام الأمور وحدها وغير تابعة لما يملى عليها من العائلة. وربما الخطر أكثر عند المرأة أم مقارنة بالنسبة للرجل، خصيصا أن المرأة ربما لما تكون حامل فهناك ستضر الجنين أيضا. نعم، لأنه التدخين عند المرأة الحامل من بين يعني الأضرار اللي عادت من 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 يعني كلير يعني واضحة للعيان، أنه نسبة الإجهاض عندها ليزافورتومون عند المرأة نسبة كبيرة ناتجة عن التدخين، لأنه التدخين كيما يقيس الأوعية تاع الدم تاع الأوعية تاع القلب ويقلص من لو ديامتر تاعها من يولي سليان الدم للقلب يكون قليل وبالتالي يتسبب في الذبحة الصدرية اللي نعرفوها بالانفاكتوس دو ميوكارد، بنفس الميكانيزم يروح للأوعية تاع المشيمة اللي هي تغذي الجنين وراح يقلصها ويدير يعني بوشيها ويولي الدم ما يوصلش للجنين، وبالتالي كثير من الولادات تاع النساء المدخنات تكون مشوهة، تكون ضعيفة في الوزن يعني لي بوتي با دو نيسونس او كاريمون لي زافورتومون، معناتها المرأة هذه راح تطرح الطفل هذاك ولا هذاك الجنين لانه الأوعية تاع المشيمة بوشات بالنيكوتين هذيك وبالتالي ما يوصلش الغذاء الكافي للجنين. المواطن الجزائري ربما أيضا وجد البديل عن السيجارة العادية وأصبح يتوجه، هناك فئة تتوجه إلى الإرجيلة أو ما تعرف بالعامية الشيشة، وهناك أيضا من يتوجه إلى السيجارة الإلكترونية. نعم. ربما هناك مخاطر ربما أكثر من السيجارة العادية. نعم، لازم نفرقوا بين السيجارة الإلكترونية درك نتناولوها لأنه تعتبر من بين الوسائل اللي اكتشفناها من أجل الإقلاع عن التدخين. أما الرنجيلة هي نوع من التدخين لأنه كان مش شايع عندنا، شايع في المشرق، لكن الآن كوم لو موند ماتنون سي ان بتي فيلاج، دونك كاين تبادل العادات السيئة والمليحة، وبالتالي كيما دخلت الشاورما عندنا هنايا كيما دخل الرنجيلة، وهي تعتبر
من أشد أنواع التدخين في العالم، معناتها لا عندها نفس الأضرار وفي بعض الأحيان أكثر من التدخين من السيجارات نورمال. يستعملون الفحم من أجل تدخينها. نعم، ويوضعوا فيه كثير من المواد، وبالتالي تكون بنفس الضرر وفي بعض الأحيان أكثر. وهذا المشكلة أنه ولات سهلة، كان تشوف خاصة في العاصمة هنا كاين بعض الكافيتيريا، بعض الريستورون، ولاو كثير من النساء يلتجئوا مثل هاد الأماكن هذه من أجل تناول هذا الرنجيلا، وهي عندها نفس الأضرار وفي بعض الأحيان أكثر من التدخين. أما إذا ذكرنا السيجارة الإلكترونيك اللي تم اكتشافها من أجل يعني مساعدة الناس اللي حابين يقلعوا عن التدخين بول سيفراج طاباجيك، لازم نعرفوا باللي كاين عدة أنواع وعدة وسائل من أجل الإقلاع عن التدخين. Pour le sevrage tabagique, il y a les patchs, il y a les comprimés, il y a la cigarette électronique. Mais il faut mettre une point essentiel, c'est que si il n'y a pas d'irrité, si l'homme a une volonté de s'arrêter de fumer, toutes les wasailles vont être en fâchel. C'est la première. Deuxième, la nasiha que nous pouvons nous dire aux gens qui veulent parler de tadkhin, il faut s'attendre à ce que dans le cas de Ramadan, inshallah, tous les gens لازم تكون عندها فرصة في رمضان باش تقلع عن التدخين، لأنه براتيكمون 18 مش راح يتكيف. إذن عنده فرصة باش يكمل لي 18 هذوك وما يتكيفش لي 24. إذا تم ونجح في هذه العملية لازم يعرف باللي نسبة لي ريسيديف، توت لي زونكيت اللي نداروا لي ريسيديف سيتادي فارو شوتي، نسبة كبيرة من الناس راحين يعاودوا يوليوا لا سيجارات. لكن لازم يعرف المواطن باللي كيعاود يولي سيجارات سي با لا فين دو موند، لازم يعاود يحاول محاولة أخرى، لأنه كاينين بعض المرضى يجيو يقول لك يا طبيب أنا عندي شهر ومن بعد لقيت روحي ما نقدرش، عاود تكيفت. هو بالنسبة ليه كيتكيف لا سيجارات هذيك معناتها فشل. لا معليش، تكيفت تقدر تكيف نهار دو جور، مي عاود نوي النية وعاود قلع على التدخين. لأنه كثير من لي زونكيت اللي ندرت لما نعاودوا محاولة وزوج، في المحاولة الثانية والثالثة والرابعة راح مدة الإقلاع راح تطول حتى يوم وين يجي يقلع تماما عن التدخين. طيب، ربما التدخين كان ممنوع منذ سنة 2001 ولا أحد يلتزم به من سنة 2001، يعني ما رأيك أين هو الخلل في هذا؟ هو الإقلاع عن التدخين لازم نعرفه، لازم يكون هنالك في الأماكن العمومية بالطبع، في الأماكن العمومية لازم يكون تحفيزات، ولازم يكون تكون صارمة في العقوبات. التحفيزات هي كما راكم ديروا نشاطات تحسيسية، سواء في الميديا، في الجورنو، في المدارس، في كل الأماكن لازم نحسوا باللي التدخين مضر بالصحة، سواء اللي يتكيف أو المحيط اللي يكون معاه. ثانيا الوسائل الردعية، لازم نعرفوا باللي التدخين ممنوع في الأماكن العمومية منذ 2001، لكن ما كانش كما نعرفوا كثير من المشاكل اللي كاين فيهم قوانين، ما كاينش القوانين التطبيقيه لانه تقول انت ممنوع التدخين في الاماكن العموميه، لكن الشرطي هذاك اللي في الايروبور ولا في البلديه ولا كيفاش راح يطبق القانون هذا؟ هل عنده وسيله ترجم هذاك القانون اللي هو عام ممنوع التدخين في الاماكن العموميه؟ لكن لازم تجي قوانين التطبيقية يسميه. هذا ما طبقته الحكومة، يعني 2000 إلى 5000 دينار غرامة مالية للمدخنين في الأماكن العمومية. اليوم هذه اقتراحات مازال لم تطبق. اقتراحات مازال ماهوش قانون، لأنه اقتراح أنت باش يكون قانون لازم يفوت على لابيان والبرلمان بالطبع. ربما هناك يعني هذه الظاهرة في البلدان المتقدمة تدر على الخزينة، مثلا التركية 21 مليون دولار كعائدات. بما هل الجزائر اليوم تكاسلت في ضرب المدخنين في جيوبهم؟ يعني نعرف ربما في أوروبا للحد من أزمة ما ربما تلجأ إلى ضرائب تقرها على ربما على المواطنين، وهذا ما ربما شاهدنا أن البلدان الأوروبية وغيرها من البلدان تطورت وتقدمت. تطورت لأنه المواطن في كل الأماكن لما تقيس له الجيب تاعه ولا لما تقيس له الدخل المالي تاعه راح يتبع أي قانون يقيسه في هذا. احنا لحد الآن ما كانش، أو نشوفه مثلا في فرنسا التدخين ممنوع في المقاهي، معناتها أكثر
أكثر من الأماكن العمومية، القهوة والناس تلجأ باش تكيف وتشرب القهوة في هذيك الأماكن ممنوعة، واللي خالف مثل هذه الممنوعات عنده 150 أورو بما يعادل حنا لهنا إذا قارنا حوالي 1.5 مليون. لما نطبقوها حنا يا أنا جاب لي ربي يكون نطبقوا مثل هذا القانون، ما كاش واحد يزيد يرفد سيجارات في الأماكن العمومية. إذن لازم صرامة، ولازم القانون لما يتطبق الناس كامل تولي لما نشاهدوا مثلا كانت من المستحيل انه نقنعوا الناس باش يديروا لا سينتور دي سيكوريتي حزام الامن. لما جات 2000 دينار اللي ما يلبسش حزام الامن، كل الناس تلبس حزام الامن الان. نفس الشيء كون نلقاو كيفاش نطبقوا القانون هذا ممنوع كعامه، يولي عنده ترجمته في الواقع، هاو كيفاش العقوبة تاع أي مخالف مثل هذا القانون. أنا نظن باللي راح نمنعوا أو راح نوقيوا عموم الناس على المدخنين، لأن المدخن راح يصيب أماكن يتدخن فيها، لكن راح نقصوا من التدخين السلبي لو طاباجيزم باسيف. سيد علي.